السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن أحبكم جميعا في الله. إن شاء الله يعني النهاردة في تحذير كده بحذر حبايبنا منه، وبرضك هو حاجة واردة، يعني سواء هو حصل عندك أو ما حصلش عندك، هو حاجة واردة لما يكون النتاية أول عش ليها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين أهو الجزء الفلل اللي إحنا اتكلمنا عنه ونزلناه في الفيديو اللي فات، وقلنا ان هو اول بيضه كانت تفقسها بعد ما صورنا مباشره. هي حضراتكم شايفين كده، دي كده اعراض برد، وثابت البيض والزغلول تحتيها سقعانين. لما جيت فتحت النهارده العش طبعا لقيت البيض كله سقعان، والزغلول يعني يعتبر يكاد يعني يكون في الاخر لحظاته سقعان جدا جدا، وبدا خلاص يرتعش وقرب يموت من البرد. فطبعا فورا رحت خدت الزغلول نقلته هنا. بسم الله، انا خدت البيض نقلته هنا، ده البيض بتاع العصافير الفلل مع العصافير دي. دي كانت بيضه خمسه والعصافير الفلل كانت بيضه خمسه، بقى هنا بسم الله ما شاء الله هنا دلوقتي بقى كده 10 بيضات تحت النتايه دي، 10 بيضات. طبعا انا حطيت تحت النتايه دي لان النتايه دي اصلا حنينه وبترقد على البيض عشان تدفيه، والبيض كان سقعان فانا عايز الحقه قبل ما الاجنه اللي فيه تموت. تمام، فرحت حطيته تحت النتايه دي. تمام، بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تمام، اقفل عليها عشان تبدا ايه تحضن البيض بسرعه قبل ما البيض يبوظ. بالنسبه للزغلول، بالنسبه للزغلول دورت على اي حاجه تكون بيضه وقربت تفقس، فلقيت ديت. حضنت الزغلول تحتيها بسرعه. تمام، اهي بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. ادي الزغلول اهو حطيته تحت النتايه دي اهو، الحمد لله بدا يفوق اهو. ده الزغلول الفلل حطيته تحت النتايه ديت، النتايه ديت قربت تفقس فانا حطيته تحتيها عشان الزغلول ده كان سقعان جدا جدا، فهي الحمد لله رقدت عليها ايه زي الفل عشان تبدا تديله الحراره عشان الزغلول ما يموتش. فالحمد لله انا حاسس ان الزغلول بدا يفوق اهو عن الاول، الاول ما كانش بيتحرك خالص. تمام، فان شاء الله خير. ده احسن تصرف تعمله لما يكون العصفور عندك ثابت البيض وثابت الزغليل، سواء بقى لسبب مرضي او سواء ان الدنيا ساقعه او سواء بقى ان هي اول شغل ليها، لان هي ديت اول شغل للنتايه الالبينو اللي هي البيضه الفلل، اول شغل ليها واول مره تبيض، فبالتالي ممكن يحصل اي حاجه. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا، اول عش للعصفوره ما نقدرش نحاسبها عليها بتعمله، ممكن تمسك البيض ترمي بره، ممكن زي ما حصل كده ترقد تبيض وترقد على البيض والبيض يطلع واول زغلول يطلع ويحصل اللي حصل ده، تسيبه تسيب البيض وتسيب الزغلول وتطلع بره، تخاف وتسيبه يطلع بره الحاجه لحد ما حاجه تسقع من تحتيها وممكن تموت. تمام، فانت لازم تكون حريص جدا جدا تتابع كويس، ولو حصل حاجه زي كده تبدا فورا تاخد البيض وتاخد الزغلول اللي طالع زي ما حصل عندي كده، تبدا تتصرف لهم، تشوف اي نتايه قربت تفك حصى تبدا تحط تحتها الزغلول ده عشان لسه طالع، وتشوف اي نتايه تحتها بيض وتكون نتايه حنينه تبدا تحضن البيض تحتيها عشان تبدا تستفاد من البيض عشان ما يبص. تمام، انا اقفل العش عشان النتايه تخش على البيض على البتاع وتدفيه عشان الجو ساقع النهارده. تمام، وديت هو اللي حصل النهارده، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وهو ده اللي حصل النهارده. طب انا دلوقتي بعد ما اتصرفت الحمد لله في الزغلول وحضنته وحضنت البيض بتاع النتايه وبتاع الجزء الفلل، بالنسبه للنتايه والذكر، ادي النتايه والذكر، الذكر عمال يغزلها، هي طبعا كانت راقده بقى لها فتره كبيره، واول ما طلعت هو عمال ياكلها اهو وعمال يغزلها، بس النتايه انا حاسس ان هي ايه مش مظبوطه، انا حاسس ان النتايه واخده برد ومش مظبوطه. فانا بدات ايه اول حاجه حطيت لهم اكل، وبدات احط لها مضاد حيوي في الميه، المضاد الحيوي ده لمده 3 ايام عشان اخلي النتايه تفوق، لان دوت لو كانت واخده برد ولا حاجه النتايه ما بقاش المرض يتمكن منها، وساعتها يبقى العلاج معاها صعب. فانا بدات دلوقتي حطيت لها مضاد حيوي، المضاد الحيوي اللي انا بستخدمه اللي هو تيتو فيت اللي انا كلمت عليه قبل كده، اللي هو معوي وتنفسي، بيشتغل معوي وتنفسي وبفضل الله المضاد ده حلو جايب نتيجه معايا كويسه في كل حاجه بفضل الله. فانا بدات احط النهارده منه، ادي اول ايه اول يوم. طبعا المضاد الحيوي لما تيجي تحطه في الميه بتلاقي الميه ريمت شويه كده، طبعا ده من تاثير المضاد الحيوي، وان شاء الله خيرا وهنفضل ماشيين معاها كده لمده 3 ايام على اساس هي بس ايه تفوق من اللي هي فيه ده، لان انا حاسس ان هي بدات تخش على دور تعب، وطبعا ده اول عش ليها فهي خافت راح تقوم تخلص من على البيض. تمام، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البيض اللي احنا حضرناه، وربنا يكرمنا في الزغلول اللي هو احنا ايه لسه محضرينه ده. بس انا كنت لازم اوري لحضراتكم واعمل لكم الفيديو ده عشان خاطر احنا بنتعلم من اخطائنا،
نتعلم ان النتايه هو ما يعتبرش خطا قوي برضو، لان هي النتايه اول عش ليها، فوارد ان هي تبقى قلقانه وخايفه من غير سبب، يعني مش ان انا عشان فتحت صورت هي سابت البيض، لا هي ممكن عشان هي اول عش ليها فهي ما عندهاش خبره كفايه، فممكن تخاف، ممكن تسقع، ممكن تطلع، فده اي شيء وارد مع الجوز في اول شغل ليه. تمام تمام قدر الله ما شاء فعل، او ولاد الفيديو ده يكون احنا اتعلمنا منه ازاي نتصرف لو العصفوره سابت البيض وسابت تحتها زغليل، ازاي نتصرف، ولازم بسرعه خلال 24 ساعه نبدا نحضر الحاجه ديت عشان الحاجه دي ما تموتش، ونبدا نشوف الاعراض عن النتايه. لو النتايه حسينا ان هي بدات تهز ديلها زي ما احنا شفنا كده وبدات تخش على مرحله برد، هندي المضاد الحيوي لمده 3 ايام عشان نلحق المرض في اوله، عشان المرض ما يتمكنش من العصفوره، عشان العصفوره ما بيستحملش. تمام، هي دي المتابعه، هي ديت الاخطاء اللي احنا ممكن نتعلم منها، هي ديت الحاجات اللي انا بعلمها لحضراتكم في القناه على اساس نبدا نتصرف بسرعه. العصفور الكائن الوحيد او الطير الوحيد الضعيف، ما بيستحملش، لا بيستحمل مرض ولا بيستحمل اهمال، فلازم نتابع فورا، وكل 24 ساعه نبص كده ونشوف الدنيا فيها ايه عشان نبدا نتحرك في الوقت المناسب، عشان ما يحصلش لا قدر الله مضاعفات لاي حاجه عندنا. تحياتي ليكم، احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجميلة الوحيدة اللي فاضلة. يحيى ومنى تاني هيقول لنا يحيى ومنى احنا ذكرين يا غبي سخيف. ايه سيبنا مع بعض بقالنا سنين وفاكر واحد مننا نضايق غبي، احنا كده هنغلط. هغلط بقى زميلي اخص عليك، عايز نضايق سخيف غبي يا ابن المجنونة. شكرا على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.